وللحديث عن تداعيات الهجوم المسلح على السفارة الأذرية في طهران وتداعياتها على العلاقة بين البلدين وعلى المنطقة بشكل عام، معنا من اسطنبول الكاتب والسياسي التركي طه عودة أوغلو. حياكم الله أستاذ طه. أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ طه، بداية برأيك ما خطورة وصف الرئيس الأذري ما جرى بالعمل الإرهابي وذهابهم لإجلاء موظفي السفارة في طهران؟ يعني من دون شك أعتقد التصريحات كانت قوية، وخاصة انتقادات من قبل المسؤولين الأذريين للسلطات الإيرانية بعد هذا الهجوم المسلح، وهناك اتهامات لطهران بالتفريط في توفير الأمن وخاصة يعني لسفارتها، فهذا إشارة واضحة على أن العلاقات الأذربيجانية الإيرانية هي سوف تدخل مرحلة جديدة من التصعيد والتأزم، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الأذربيجاني. لاحظنا هناك على الجانب الآخر تصريحات قوية وشديدة اللهجة من قبل أنقرة الداعم الأكبر لأذربيجان، وأعتقد هذه التصريحات إشارات واضحة بأن يعني العلاقات الأذرية الإيرانية دخلت في نفق مظلم، وخاصة هي ليست الأولى، هناك اتهامات تتذكر يعني منذ الحرب على كاراباخ، وهناك الدعم التركي لأذربيجان. لاحظنا هناك حالة من يعني العلاقة المتوترة ما بين طهران وباكو. ولكن أستاذ طه، يعني لماذا الآن تتصاعد هذه الأزمة بين البلدين؟ يعني أنا أتصور أعتقد هناك الأزمة هي موجودة منذ فترة طويلة، ولكنها طفت على سطح، إن صح التعبير، والتوتر واضح. يعني أشرت لك قبل قليل أنقرة، وأنقرة على الرغم أن هناك علاقات جيدة ما بين أنقرة وطهران، ولكن لاحظنا العام الماضي بأن هناك توترات واضحة وطفت على السطح في أكثر من ساحة، وخاصة في مسار العلاقات التركية الإيرانية. أما على موضوع أذربيجان وإيران، هناك مشاكل عديدة ومعقدة للغاية طيلة يعني السنوات الماضية، واتضحت بشكل كبير يعني خلال كما أشرت لك قبل قليل في موضوع كهرباء، وأن هناك بعض الانتقادات الإيرانية من النظام في إيران للقيادة أو الحكومة التي تزعمها علياف حاليا، وهو المدعوم من تركيا، وكأن أنقرة أو كأن طهران هي تنتقد أو تضغط على أذربيجان، وهي توجه رسائل لتركيا وخاصة ما يتعلق بالتوترات التي حصلت ما بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة الماضية. نعم، بحسب كاميرات المراقبة الموجودة في السفارة، فإن المسلح استثنى الشرطي الإيراني الذي كان على باب السفارة من الهجوم. يعني إلى أي مدى تتفق مع الرواية القائلة بأن الهجوم كان مدبرا أستاذ طه؟ يعني هناك اتهامات، نحن أتحدث بشكل رسمي، اتهامات من قبل أذربيجان بالتفريط، وخاصة كما تعلم يعني الدول هناك لها الحق وأن تدافع وأن تحمي سفارات الدول الأخرى، على الرغم من أن هناك توترات وحروب ما بين البلدين، هذا في القوانين الدولية. ولكن يبدو واضحا بأن طهران هي كانت يعني هناك غضة الطرف أو تفريط في موضوع يعني الحفظ الأمن، على الرغم من أن هناك تم إقالة يعني رئيس شرطة أو المسؤول عن الأمن في تلك المنطقة، ولكن هذا غير كافي، وخاصة نحن تعودنا يعني على النظام الإيراني ودائما الالتفاف، وهناك في تصريحاته وفي حتى تعامله حتى مع الأصدقاء، خاصة هناك تكون له تصريحات وتحركات غير علنية دائما تحدث. لماذا ترفض طهران برأيك الواقع الذي وصل له الوضع في قرباغ؟ يعني لماذا لا تنظر إلى القواسم المشتركة مع أذربيجان والتي تبدو كثيرة؟ ما المبرر لحالة التنافس المستمرة حتى الآن؟ يعني أتصور أعتقد هناك دخول تركيا على الخط خلال العامين الماضيين وبعد تحرير كاراباخ من قبل الجيش الأذربيجاني وبدعم كبير من تركيا، هناك تغيرت المعادلة بشكل كبير.
المعادلة إن كانت على الصعيد الاستراتيجي، على الصعيد الطاقة والغاز، على الصعيد الدور الإيراني في تلك المنطقة. تحدث عن آسيا الوسطى والقوقاز، كانت هناك إيران طيلة يعني السنوات الماضية، أتحدث عن العقدين الماضيين، كانت هناك قوية بشكل كبير، هناك دخول أنقرة على الخط وفتحت الخط، وهنا بدعم من قبل أذربيجان. هذا من دون شك هو خلط الأوراق الإيرانية بشكل كبير وأزعج إيران، وهذا الإزعاج بدأ بشكل واضح في علاقتها مع أذربيجان. يعني هذا التطور في العلاقات الذي تشهده منظمة الدول التركية، إلى أي مدى لربما يمكن أن يدفع إيران لتعديل سلوكها مع أذربيجان؟ يعني تصور العلاقة الأذربيجانية الإيرانية هناك متوترة منذ سنوات، وهي أخذة في التوتر، وبدأ هذا التوتر واضحا بشكل كبير خاصة بعد الحرب ما بين أذربيجان وأرمينيا. لاحظنا أن هناك موقف يعني غير واضح بالنسبة للإيران، وكأنه يدعم أرمينيا ضد أذربيجان، وهذا أزعج أذربيجان بشكل كبير. أيضا هناك بعض التحركات في بعض الممرات يعني الطاقة والغاز، كلها هذه كانت هناك بعض الخطوات قامت بها إيران خلال الأسبوع الأخير الماضي أو تقريبا عامين الماضيين بعد حدث بعد حرب كرباه، كل هذه كانت إشارات واضحة على أن العلاقة متوترة بشكل كبير وآخذة في التصاعد في التوتر خلال المرحلة المقبلة. نعم، إذن كنت ضيفنا من اسطنبول الكاتب السياسي التركي طه عودة أولو، شكرا جزيلا لك.